السلام عليكم البنات، صباح النور. كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا كاملين بخير وعلى خير. لقيتونا شادين طريق هذا الصباح. غير فقط فطرت صوفيا وفطرت وخرجنا، عندنا رونديفو مع الطبيب ديال العينين. غنمشي باش ندوز على عينيا انا وبنتي. راكم عارفين انا ديجا عندي مشكل ديال انه الشوف عندي ناقص، كندير لونتي وكندير النظر ديال الشوف، وكما كتعرفوا ضروري كيخص الكونترول، كيخصكم زعما تراقبوا الشوف ديالكم واش كيبقى ستابل. ياك ما كينقص مره ضروري كنمشيو عند الطبيب. واخا انا يتهاون صراحه، بقيت كنقول اليوم غدا هو المهم، هذا النهار اللي كتاب اي حاجه كنديروها غير بوقيتها وصافي. وهنايا جت معايا صوفيا كما قلت لكم باش ندوز ليها على عوينتها، لان مؤخرا كتقول لي ماما ما كيبانش ليا الطابلو مزيان فاش كنكون في ليكول. وقلتها كنطمئن على عوينتها ونشوف من نعاود لكم حتى ليكسبيريونس ديالي مع بنتي باش هكا تردوا البال لوليداتكم. هنا فاش دوز ليها الطبيب وشاف لها عوينتها، دار لها الكونسلطاسيون، قال لي بلي صوفيا باقي عندها داك المشكل دوك الحبيبات. تعقلوا البنات، دوك الحبيبات اللي كانوا عندها فاش كانت صغيره. كنت كنديها عند الطبيب وكلشي كيعطيها غير الدواء، بدات كتكبر بداو كيتحيدوا لها. يعني فاش كنشوف فيها انا ما فيها والو، ولكن قال لي الطبيب راهم كاينين من الداخل، مازال يعني بحال داكشي مأثر ليها على عينيها زياده على التليفون. التليفون البنات اكبر مشكل كيكون عند الوليدات، انا متاكده زعما ولادكم بحال بنتي انا بحال وليدات العائله. انا كنشوف كلشي مبلي بالتليفون، واخا انا صوفيا كنحاول كاع ما نعطي ليها بزاف، ولكن من بين الحوايج اللي مأطرين لها على عينيها هو التليفون. قالها لي الطبيب، قال لي خاصها تنقص من التليفون ما امكن، لانه دابا عوينتها بحال بداو كيعياو، الا بقات هكا غيبدا ينقص ليها الشوف. قال لي مزيان ملي جتيها فهاد لاج، لانه لو كان جلستي حتى درت 10 سنين كانت تقدر دير نظاظر ديما. دابا خرج ليها نظاظر ولكن غديرهم غير المده ديال 3 شهور. قال لي عاودي رجعيها ليا، وكنظن 3 شهور غادي تقدر تحيدهم بما كي كنقولوا ولا عندها داك الشوف ديالها ستابل وتنقص اكيد من التليفون. قال لي راه اللهم تفرج في التلفازه ولا تبقى زعما شاده التليفون. راكم عارفين راه انا زعما صراحه ديما تنقولها، راه التليفون اكبر مدمر الاطفال ديالنا، لا بالنسبه للعقل ديالهم، لا بالنسبه للشوف ديالهم، لا بالنسبه لبزاف ديال الحوايج، خصوصا الناس اللي ما كيراقبوش وليداتهم فاش كيتفرجوا. والله الا هذا راه غلط كبير، يعني الواحد يرد البال الوليدات شنو كيتفرجوا، الوقيته فاش كيتفرجوا، ويعطيوهم ما نعطيوهم التليفون كي كنقولوا بالوقيته. تقدر تاخذ واحد نص ساعه ولا ساعه في النهار باركه، ولا غير في الويكاند كاع السيمانه كامله، عطا الله فاش يتلهوا، عطا الله لي زاكتيفيتي، عطا الله ما يديروا. بغيت نشكر الدكتور من هنايا، انا ديتها عند الدكتور رضا الله ايمن، كاينه البنات في الدشيره بالضبط في اماره افولكي. تبارك الله شد لي الخاطر لبنتي صوفيا، راه كتحشم واخا هكاك. تبارك الله بقاو شادين معها الخاطر، لا هو لا لي زانفيرمي اللي خدامين تما، تبارك الله عليهم، شكرا لهم بزاف. انا ننصحكم به الا كنتو باغيين دوزوا صراحه لوليداتكم ولا حتى ليكم نتوما. كما قلت لكم دكتور في المستوى، دوزت على عيني حتى انا كما قلت لكم الحمد لله والشكر لله، لقيت الشوف عندي ستابل، يعني ما نقصش يعني باقي كما هو. انا راه قلت لكم شحال هذه ما باقي جيت عند الطبيب، وبقيت كندير هذوك النظر ديالي اللي كان خرج ليا الطبيب واحد 3 سنين هذه ولا عامين كنظن، ما باقي مشيت عند الطبيب. ولكن الحمد لله والشكر لله لقيت كما قلت لكم الشوف ديالي باقي ستابل. ايوا صافي، عطاني الطبيب العبارات باش ان شاء الله غنمشي عند لوبتيسيان باش نقاد النظر جداد. راه كنت ديجا اختاريت الكادر شحال هذه الا كتعقلوا، فاش كنت مشيت عند لوبتيسيان قلت لها غير خلي لي راه غادي نجي. ايوا من تما ما باقي رجعت عندها. صافي دابا خصني نمشي باش ندي ليها العبارات، ندي حتى ديال صوفيا باش هكا دير النظره ديالها. كما قلت لكم قال لي الطبيب واحد 3 موا وخرج ليها حتى واحد التقطيره كنديرها لها في الصباح وفي العشيه، وواحد الماء اللي كنغسل ليها به عوينتها، وخرج ليا حتى انا واحد الماء اولا واحد التقطيره اللي كترطب العينين. كتعرفوا الناس اللي كيديروا لي لونتي، سيرتو اللي كيديروا لي لونتي بزاف، انا صراحه من الناس اللي كنديرهم بزاف. قال لي ضروري العين كتنشف تبقاي ترطبيها بهذيك التقطيره. وسولته حتى على العدسات ياك ما عندهمش شي تاثير، قال لي ماشي مشكل، كيخصك غير تعرفي كيفاش تعاملي معاهم، يكون نقا تبقاي تبدلي لهم داك البرودوي فاش كيكونوا. المهم صراحه من دوك الحوايج كلهم كنديرهم. ايوا الحمد لله والشكر لله، كما قلت لكم عينيا دابا راه مزيانين، حتى الشبكه ديال العين راه زعما شافها لينا الطبيب والحمد لله والشكر لله. قال لي دوك المشكل اللي حنا كنخافوا منه دوك التقيبات اللي كيكونوا، هذا راه الحمد لله ما كاينينش، وهذه اهم حاجه. طمأنيت على راسي وعلى بنتي. المهم البنات ضروري الكونترول مره الواحد يراقب، اللهم نشوفوا الحوايج فاش كيكونوا كي كنقولوا قبل ما تفاقم الحاجه كيما بغات تكون في الصحه ديالنا. حنا اكثر حاجه كنتهاونوا فيها هي الصحه، كنبقاو نقولوا بلاتي، ولكن هذا راه غلط كبير، راه من راسينا اللي كنهضر معاكم كندير هذا الغلط، ولكن ما خصناش نبقاو نديروا هذا الشيء. الواحد حس بشي حاجه يمشي يطمئن على راسو، حيت راه الصحه هي الكنز، هي كلشي. راه مشات لك صحتك راه مشى لك كلشي.
ايوا صافي هذا مكان. المهم هذا النهار انا كنت موعده صوفيا باش نديها لابلاج. انا سولت الطبيب واش ماشي مشكل، واخا زعما دارت ديك التقطيره على حسب قبل ما يدير لينا داك الكونترول ديال الشبكات العين، كيدير لكم واحد التقطيره بحال كتقولوا كتحل ديك الشبكه باش كيشوف عليكم من الداخل، كتولي عندك الرؤيه مضببه شويه. قال لي ماشي مشكل، غير تمشي وردوا مع البال يكون زعما القرب ما كيبانش ليها مزيان. ايوا صافي كما قلت لكم كنديرها مع باش نديها ان شاء الله للبحر هي وادام دايرين مع فاطمه اختي. خليكم معايا حتى نمشيو للدار نوجدوا ريوسنا، واكيد غادي نكمل معكم النهار. حنا بناتي الله دابا خرجنا، المهم صراحه ما خرجناش باقي بكري، ما بقاتش لنا الوقت، كنا عوالين نجيو نجلسوا في ماكلو نتغداو زعما خاطر عاد نشدو الطريق للبحر. ايوا صافي قلنا زدنا الدرايف صراحه، دوزنا على كوموند كتسناو غير يجيبوها لينا، وغادي نمشيو حتى لابلاج عاد عاد ناكلو تما زعما نتغداو تما، باش هكا الدراري بروفيتيو. ما حد بقى الشميشه راكم عارفين. ها هي فاطمه راه كاينه معايا هي وادم. انت مع الجيا ديالي لاباس عليكم؟ بخير. دوزت العطلة، دوزت صافي تسالت بالقوان وقفت مصرية. أدم قلت لي بغيت نهضر مع البنات. كيسولوا فوق البنات، هضر معاهم. شوف 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 يا اختي كيفاش يهضر. هضر هضر هضر. شمعنى وسمعي يا اختي الجماعة صافي بارك عليهم اولادهم ودارهم. سلموا على الخدمة تاعكم. الخدمة تاعكم هذا الشيء باش كيعجبني هو الجماعة. والله الا كي داروا مع الصودات وهات يا اختي قول لهم تعرفوا يجمعوا. خير صباح الخير ولا السلام ولا شنقولوا اللي بغيتي اللي يعجبك. كي دايرين لاباس عليكم؟ بخير. تبحرت شي شويه كي دايرين مع هاد الصهودات؟ الجو زوين فهاد العطله. زوين 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 بعدا الجو زوين ديال التبحار ديال يفوج بنادم. وياه والله الا احنا اللي تعطلنا جسنا حتى نخرج العطله. والله كل نهار تيخرجينا بروغرام، كل نهار خرجنا بروغرام في شكل. هو المهم عاد كتاب، حنا كنتسناو كيما قلت لكم غير لا كوموند ديالنا دابا يجيبوها لينا ونشدو الطريق. نمشيو نمشيو لايمي والدار واقيله ان شاء الله. تما لابلاج زوين تما فين غادي نمشيو. خلاص شوفوا البحر هذا قادير لا يعلى عليه. حتى زوت ايمي والدار فانساك فين ما مشيتو غير جيو مرحبا بكم. عندنا في الصيف اللي بغات تبحر تجي مرحبا. البحور تبارك الله زوينين ونقيين وديال العائلات. المهم صراحه اكادير ديال الصيف. ملي بغات اللي كتبروغرامي كتخلي فيه تمشي جيو مرحبا بكم والف مرحبا عندنا في اكادير. درنا شي ساعه في الطريق كثرت ما كانت عامره بزاف. واش هنا كيبان ليا تبارك الله الدنيا عامره. واش نلقى فين بلاصتي ولا لا؟ ان شاء الله شوفوا هادو اللي بغيت تبحروا. شوف نسو هادو اللي بغيت تبحروا نسو ومتغداو في الطوموبيل. عجبكم داكشي باش يلعبوا ياك دوك الالعاب ديالهم حتى هنا باش نحطو هنا الا كانت شي بلاصه صافي حتى وين هاكا طابق انت هاك. اجي ادم اجي هزيتي داكشي ديال كامله صوفيا هاكا طابق هاكا بلاتي تنمشيو معاكم صوفيا. عرفتي البنات حنايا قلنا نجيو لهاد الكافي هادي ها هي كما كتشوفوا هنايا غنجلسوا فيها وهما زعما وليداتنا انفاس معانا يلعبوا هما هنايا ويعوموا هنايا حيت كيما الشمعية تبارك الله البحر راه طلع. حنا غنمشيو لهاد الكافي يلا مشينا. واو ممكن جالسين كيعوموا صراحة زوينة هاد الكوفينة. هي ماشي كافي قالك كتاخدو زعما شنو بغيتو كتاخدو غير لي طابل هنا وكتجلسو زوينة انفاس احسن من انك تكرسي في الرملة. والله هيلا صافي غنجلسو راه هما مقابلين معانا.
الدراري غتغداو ومشاو حنا يلاه عاد غادي نتغداو كما قلت لكم جلسنا في هاد البلاصه هنايا الكونسيبت الصراحه زوين هو مازال ما بداوش ولكن عطاونا لي طابل فين نقدروا نجلسوا وشوفوا لي لا فيو كتحمق انفاس مع البحر هاد دابا في الصيف الا كنتو غادي تجيو تاخذوا هنايا لا طابل ديالكم تغداو وليداتكم كيكونوا انفاس معاكم تتبحروا صراحه هادي قريه مزيانه وحنا راه يلاه غنتغداو انا خديت بيغ ماك انا وفاطمه فوزيه ما بغاتش خدات جبت مع الديسير هو اللي غادي تاكل تضر على المعده ما قدرتش الصراحه تاكل شي حاجه جات مع غير شويه ليفتوي هما اللي غادي تاكل بردو كيبانوا ليك راه كيبان لهم فوزيه والله يا البنات الى هاد البحر الا كيشهي غير في العومان ياك بعدا انا بعدا براسي ما كرهتش دابا نعوم والله العظيم عرفتي شحال زوين ويا سلام حتى الجو زعما مفعل غير هو طالع بزاف كيفاش فين كيسوتو واحد دابا شحال الساعه لا لا وين لا الجو غزال صحه وراحه خرجه ديال الريجين تاكلها الديسير لا حيت مريضه صبحه معتذره وقت الله يشافيك الدراري راه طلعوا ولا ما يعرفوش البلاصه حتى الحاجه درناها هي جينا جلسنا حنايا ما تكرفناش بعدا لا برومي ولا شي حاجه هي نقيه هنايا المهم من هنا للصيف غيكونوا ديجا بداو هي غيكون فطيمه قال لنا السيد دابا مازال ما بداوش ولكن من هنا للصيف غيكونوا ديجا بداو هنايا يستقبلوا الناس ويسربوا لهم لي بواسون هذا حنا خدينا غير داكشي زعما اللي جبنا معانا اش خرجي شنو بغيتي ماشي اليوم ان شاء الله فين هو ادم ما سخاوش يخرجوا من الورا ملي جينا هما تيلعبوا هما تيعوموا وتبارك الله عليهم باقي عندهم الانرجي باقي بغاو يلعبوا كاين يلا يلا دابا غنلقاو الطريق عامره يلا يلا نرجعوا بحالنا شوفوا لي البحر شحال رائع هذا النهار وهادئ ما شاء الله يا سلام واش هنا غنعوموا كاع من هذا الشيء كامل وخا كاين ويا شوفوا تبارك الله الدنيا شحال باقا عامره حنا راجعين في حالنا وشوفوا تبارك الله البنات شوفوا تبارك الله هنايا راه 25 شوفوا شحال مازال عامره شوف شفتوا ولكن قلنا اللهم نروحوا دابا سينا واحد شويه غنلقاو الدنيا مبلوكيه ديال بصح من الطريق منين نبلوكي من اورير هنا فين تبلوكي نيت في الاول فاش كنا جايين من الفوق المهم الفوق دخلت اورير هنايا دابا عاوتاني واخا زعما حنا راه رحنا بكري ولكن تبارك الله الدنيا عامره والطريق مبلوكي نفس الفكره ها تيقولوا دابا الناس هما بلاتي يمشيو بكري هنا كنا يلا وصلنا للدار اول حاجه درناها مشينا دوشنا الوليدات راكم عارفين البحر والرمله ضروري ما يدوشوا ودوشت حتى انايا حيت عليا داك الصهد وداك العيا ديال النهار كامل سيختو هذا النهار بديت نهاري بكري فقت بكري كما قلت لكم كان عندي رونديفو في الصباح مع الطبيب المهم شحال من حاجه وديجا غير الجو البحر راه كيسخسخ واخا حنا ما عملنا ما حتى شي حاجه المهم جيت هنايا كندهن يديا ووجهي وكلشي كنرطبهم هنا كنستعمل دوك المخماريات اللي كنت شاركت معكم داك النهار دابا نعاود نخلي لكم لاباج ديالهم عرفتوا يا البنات شحال صدقوا زوينين ما نعاودش لكم شحال فنين اول حاجه بعدا باش عجبوني طبيعيين 100% دهني بهم لوكور ديالك كامل ما خفتي حتى حاجه دهني حتى الوليدات الصغار بهم شعرهم حيت انا كنديرها لشعري لوكور ديالي مور كل تدويشه ضروري كنستعملهم كتاخذوا البارفان اللي نتوما باغيين فيهم ريحتهم كتحمق
محمق كيعطيو ترطيب عالي، وكتقتصدوا حتى في لي بارفان ديالكم حيت كيخليو فيكم واحد الريحه اللي كتحمق ما شاء الله. كنوجد في الكوتي كيما شفتوا معايا، صافي تقريبا حطيت كلشي، بقى لي غير الحاجات اللي كومونديت عند اسماء. دوزت كوموند ديال المملحات والحلوى والملاوي، هما اللي غادي نسخنهم دابا. وخرى المليويات صراحه باقي نسخن، نسخن غير هذيك البيتزا هي والبساطه. شوفوا لي المليويات كيتشهيو، راه قلت لكم اسماء كتصرع الملوي وكتقدم ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله، شحال زوين ومورق من الداخل، عرفتوا تحلفوا عليه صايبتوه غير في الدار. المهم انا كيعجبني صراحه الملوي ديالها، ديما تنشكروا ليكم. خديت عندها بلاطو ديال الحلوى كما كتشوفوا، تقريبا هاد العيد هاد البلاطو اللي حطيت اليوم هو اخر حاجه بقات عندي في الحلوى ديال العيد. راكم عارفين الحلوى كنبغيوها في الدار، كيجي عندك كتشهد على غفله، جاي شي حد يشرب معاك كويساتين، المهم تلقاي ما تحطي الحلوى بحال هكا ديال دوازاتي، كنبغيها تبقى عندي في الدار. البنات ديروها في الكونجيلاتور، ميم الصابلي راه تقدروا ديروه في الكونجيلاتور وما كيخسر ليه والو، وهكا تبقى كيبقى عندكم زعما ديما كاين في الدار. بالنسبه للمملحات هادو بسطلات حتى هما مالحين، ديال الحوت هادو مالحين، بيتزات هادو ديال الدجاج حتى هما مالحين. وخديت عندها هاد لاطارت ديال اللوز، كتقادها واعره بزاف، غزاله ما شاء الله كتايبه زوينه. قولوا لي واش حتى نتوما من الناس اللي كيبقى عندهم سلو حتى كيخرجوا من الدار عاد كيتكال؟ حنا سلو البنات ما كناكلوش صراحه في رمضان، قليل كيبقى غير يتحط في الطبله ويتهز يتحط ويتهز، حتى صراحه كيخرج رمضان عاد كناكلوها. وانا مازال عندي شنو نقول لكم، البواطه عامره، دابا غادي نبقى كنحطو في الكوتي باش يتكال. حطيت هنايا خلاص العسل، عملو الزيت، حطيت شويه ديال الفاكهه، غنديرو قهيوه، العصير حتى هو، طيبت البيض. المهم انا غادي نقاد الطبيله دابا ونبارطاجيها معكم. هكا كتجي الطبيله. بالنسبه للقهوه ما غاديش نخويها دابا حتى يجلسوا باش هكا ما تبردش، راكم عارفين القهوه كتبغي تشرب سخونه. والدراري راني درت لهم العصير، راكم عارفين الوليدات هما عندهم ما يديروا لا بقهوه لا باتاي، كيعجبهم العصير. صافي حتى داكشي اللي قسم الله. البنات ديما تنقول لكم واحد القضيه، دائما تنقولها لكم وغنبقى نقولها لكم دائما، خلقوا السعاده مع وليداتكم وفي ديوركم باللي قسم الله. ما كنقلدوا حد، ما كنديروا بحال حتى شي واحد، كل واحد والامكانيات ديالو، كاين اللي غيدير اكثر مني، كاين اللي ما عندوش غيدير قل مني، كل واحد كما تنقول لكم ديما، وكل واحد عنده خيره في دارو. هذه القضيه هي ديما تنقولها لكم، انا فقط كنشارك معكم نهاري والحاجات اللي انا كندير مع وليداتي، وكيفاش كنحاولوا دائما نخلقوا اجواء اللي كيكونوا زوينين وبابسط الاشياء. كما شفتوا معايا خريجه كانت بسيطه، هذا النهار غير البحر، الوليدات فرحوا نشطوا ضحكوا، تاني جلس مع خواتاتي وجمعنا وضحكنا ودوزنا وقيته زوينه. ايوا الحمد لله والشكر لله اللي عنده راحه البال وعنده وليداته بخير وصحته لاباس. صافي راه ما يقلب على حتى شي حاجه اخرى في هاد الدنيا، يحمد الله ويشكره، واكيد يكونوا والدي حتى هما حدا، حيت الوالدين راهما كلشي. ايوا صافي الغزاله ديالي غنقول لكم طلعوا ليا فراسكم وبسلامه عليكم، ان شاء الله حتى نتلاقاو في فيديو اخر.